هنشرح النهارده محاضرة النيورال نتورك. ايه هي النيورال نتورك؟ النيورال نتورك دي باختصار طبعا هي بتحاكي طريقة تفكير الإنسان. النيورال نتورك اختصار يعني ترجمتها الشبكات العصبية، بتحاكي ازاي الإنسان بيفكر. بحيث طبعا ان الهيومن برين بيتكون من خلايا عصبية او من نيورونز صغيرة، والنيورونز دي بتبعت اشارات من نيورون لنيورون تاني، تمام؟ فساعات بنسمي النيورال نتورك ارتفيشال نيورال نتورك. ارتفيشال لان هي حاجه يعني مش خلايا عصبيه، احنا ما جبناش برين وقعدنا ان احنا نحاكيه وهو ده اللي معانا، لا ده احنا بنحاكيه. يعني مش انا مش معايا برين دلوقتي وفعلا خدت خلايا لحم ودم ونبضات وحاجات، لا ما فيش، انا عملت ارتفيشال نيورال نتورك، يعني حاجه بتحاكي الخلايا العصبيه اللي موجوده او الشبكات العصبيه اللي موجوده، تمام؟ فهي بس بتشارك البيولوجيكال نيورال نتورك في بعض الخصائص. اوكي طيب. طبعا دي ابسط شكل للنيورال نتورك، بيكون داخل لي مش لازم يبقى عندي اكس واحده، ممكن يكون اكسات كتيره. ممكن يبقى عندي اكس. طبعا هي الاكس دي بتريبريزنت الانبوت بتاعي. يعني ايه هو الانبوت؟ لما انا كان عندي مثلا بستخدم اللينر ريجريشن او اي حاجه، كان الانبوت بتاعي ايه؟ عباره عن الفيتشرز. لما بيكون عندك الفيتشرز اللي هو الهايت والويتس والويت والحاجات دي، انت عندك اكس 1 واكس 2 واكس 3، يعني ايه الوقت الويتس والهايت والويت، فعندك اكس 1 واكس 2 واكس 3. فالاكسات دي هي الانبوت اللي جاي لي. يعني انا عندي تيبل فيه بيانات، وبدخل البيانات دي كلها على نيورال نتورك، وهي بتبدا بقى جواها في ليرز، في الاخر بتطلع لي على فكره الشخص ده سمين او فات، او يعني بيقول لي ان هو مثلا تخين او رفيع. اوكي فده ال دي شكل النيورال نتورك، بيبقى داخل لي اكسات او بداخل لي فيتشرز او بنسميها انبوت، وبتبدا تعمل بروسيسنج كتير، في الاخر بتطلع لي ايه؟ الاوت. طيب الاوت ده ساعات انا بسميه واي، او ساعات بسميه اتش اوف اكس، يعني انا بعمل حاجه في الاكس بتطلع لي الاوت بتاعي. وطبعا على حسب الكتب، ساعات الكتب بتقول عليها ايه؟ اي اوف اكس او اتش اوف اكس، تمام؟ طيب اللي بيحصل طبعا بتقول بي بتساوي يعني ال اتش اوف اكس بتساوي اي اكس بلس بي، فطبعا اتفقنا ان الاي دي ممكن تبقى دبليو او حاجه. طيب النيورال نتورك بتاعتي طبعا دي شكل ليها تاني، ان انت ممكن يبقى داخل لك اكتر من اكس وعندك واي، وفي هنا بايس. طبعا البايس ده بيسيموليت لو انت بتحل مشكله، والمشكله دي انا هحلها بان انا اعمل لاين، فاللاين ده هل هو هيكون بعيد عن الاكس اكس ولا الواي اكس، فبقول ان انا هعمل بايز. بايز يعني اللاين اللي انا هرسمه في الاخر هو ده اللاين عادي، يعني انا رسمت كده لاين، ده لاين، ده رسمت كده، فده نفس اللاين مثلا. فايه الاختلاف بين اللاين ده واللاين ده؟ ان انا لو جيت احسب الاقي الاسلوب واحد، يعني ممكن احسب الخطين دول الاقي ليهم نفس الميل. الاختلاف ما بينهم ان ايه؟ ان البعد بتاعه عن الاكس اكس، ده اسمه البايز. فعادة ما بنلاقينا بنضيف في كل النيورال نتورك، او عادة ما بنضيف بايز في الاركتكتشر بتاعنا، عشان ان انت لو بترسم لاين فاللاين ده مش شرط يكون بادئ من الصفر بس، لكن هو في الاخر كل دي حاجات ايه؟ الاساسي ان انا عندي اكسات وعندي واي. طيب النيورال نتورك بتبدا ازاي؟ طبعا زي ما اتفقنا طبعا ان انا بيكون عندي ببدا بانيشال A وبي، او ببدا بانيشال بي ودبليو، بانيشال فاليوز عايز تخليهم زيرو او زيروز او اي حاجه راندم عادي مش مشكله. بعد كده المفروض ان انت بتعمل حاجات كتيره، بس بتقف عند ايه؟ عند ستوبنج كونديشن. اتفقنا طبعا ان الستوبنج كونديشن ده بتاعنا ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون سبيسيفيك نمبر اوف اتريشنز، عدد اتريشنز معينين، او سبيسيفيك رينج اوف ايرورز، عايز اقول الرينج الايرور بتاعي لو وصل اقل من يعني مثلا بقى اقل من 5 ولا اقل من 10، ابدا خلاص انا ممكن اقف على كده، انا بقى اكسبت النسبه دي. طيب فطول ما الستوبنج كونديشن بتاعك ما وصلش ابدا اعمل كل الحاجات دي.
ايه اللي انا اعمله؟ المفروض انت بتبدا تحسب ايه الواي الجديده اللي هي الاتش اوف اكس بتساوي كذا كذا كذا، اوكي؟ بعدين ما تيجي دي بقى الايه الاكتيفيشن فانكشن، ان انت مش شرط بقى معاك الواي بتساوي ايه اكس بلس بي يبقى انت كده دي الواي، لا انا الواي بتاعتي ممكن تبقى واحد او سالب واحد او صفر. انا مش عايز اخش في مشكله الاوفر فلو او الاندر فلو، عايز اقول ان الواي بتاعتي مش اي ضرب، مش اي بي بلس دبليو اكس اللي انت شايفه وتديهولي، لا انا عايز في الاخر الواي تبقى قيم معينه، يبقى طبق فيها اكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن اللي موجوده في الالجوريزم ده اللي هو الثريشولدنج، انت بتقول لو الواي ان اكبر من 2 اخليها بواحد، لو ما بين الاثنين والسالب 2 خليها لي بكذا، لو اقل من سالب 2 خليها لي بكذا بسالب 1، ماشي؟ فدي بتبدا تنفذ الاكتيفيشن فانكشن. بعد كده بتبدا تحسب الايرور بتاعك، وبعد ما تحسب الايرور بتبدا تعدل الويت، ابديت الويت، الويت الجديد والايه والبايز الجديد بيكون ان ترمز اوف الليرنينج ريت مضروب في التي، والتي طبعا دي اللي هي ايه الديفرنشيشن بتاع اللوس فانكشن، اوكي؟ ده بس السيمبلست كيس للنيورال نتورك او سيمبلست الجوريزم. بتبدا تشتغل بس، مفيش مش محتاج ان انت تروح وتيجي او فورورد وباكورد او حاجه. بنسمي النيورال نتورك لما يكون فيها انبوت واوتبوت بس مفيش اي هيدن في النص بنسميها بيرسبترون. فايه البيرسبترون؟ دي السيمبلست كيس او السيمبلست نيورال نتورك اركتكتشر اللي بيكون فيها اونلي وان انبوت واونلي مش اونلي وان، يعني بيبقى فيها اونلي انبوت واوتبوت لايرز، انبوت واوتبوت مفيش هيدن لايرز. وطبعا الانبوت ممكن يكون اكسات كتيره والاوتبوت ممكن يكون وايات كتيره، مش مشكلتنا عددهم، بس المهم ان انا عندي انبوت واوتبوت مفيش هيدن. ده البرسبترون. لو حبينا نشرح حاجه اسمها ديسيشن باوندري، ديسيشن باوندري دي اللاين اللي انت في الاخر بترسمه اللي بيقول لك في الاخر على فكره السامبلز دي تنتمي لكلاس كذا او كذا، او ان انت دلوقتي معاك الفيتشر الاولاني اكس والفيتشر الثاني اكس 2، وجيت رسمت السامبلز او كل القيم بتاع الاكس 1 وكل القيم بتاع الاكس 2 اداك ايه مثلا بلس هنا كتير وماينس هنا كتير، اقدر انا ارسم لاين هنا واللاين ده هو الديسيجن باوندري اللي بيقول ان دخل لي اي نيو سامبل، دخل لي اي تيست سامبل وحطها لي، فانا الاقي السامبل دي اترسمت هنا، فلما الاقي ان السامبل دي اترسمت فوق اللاين يبقى هي كلها تنتمي للكلاس اللي اسمه بلس، ولو لقيتني رسمتها تحت الديسيجن باوندري هتبقى تنتمي للكلاس اللي اسمه ماينس، خلاص؟ فدي فكره الديسيجن باوندري، هو بنسميه يعني فيرتشوال لاين، لاين كده هو بيترسم يعني كأنه تخيلي، يعني بيترسم ما بين التو كلوزز، خلاص؟ ده بي which partitions the plane into two decision regions، بيقسم البلين او بيقسم السامبلز into two decision regions، اوكي. وهكذا بقول لك لو النقطة بتاعتك الاكس الاكس 1 والاكس 2 جدا اللي انت عملتها كانت فوق اللاين بتبقى كذا، لو تحت اللاين بتبقى كذا، اوكي. طبعا اللاين ده احنا بنرسمه في الاخر، بترسم ازاي؟ بيكون عندي اكس، بيكون عندي اكس 1 اكس 1 واكس 2، بيكون عندي سامبلز عاديين، ببدا اخش في النيورال نتورك الايتريشن بتاعتها كتير، وفي الاخر بيطلع لي ديسيشن باوندري. ديسيشن باوندري ده لما بترسم هو اللي من خلاله بقدر اقول اي نيو سامبل بتحط فوق او تحت. طيب ما المقصود باللينير سيبيرا والبروبلم؟ يعني امتى ان انا دلوقتي احنا بنستخدم النيورال نتورك عشان كلاسيفاي يعني كلاسيفاي سامبلز او نكلاسيفاي حاجه، هل كل البروبلمز سيبرابل؟ يعني هل ان انا كل البروبلمز اقدر اقول ان في سامبلز فوق اللاين في سامبلز تحت اللاين بس كده؟ هل فعلا كل البروبلمز اقدر ان انا اعبر عنها بلاين لينير سيبرابل بروبلم؟ يعني problems can be discriminated using straight line. خلاص؟ if two classes of vectors can be separated by a decision boundary represented by linear function then they are said to be linear separable. خلاص؟ هو إجابة السؤال ده يعني ممكن أجاوب ماشي دلوقتي، يعني كان المفروض إنها تبان بمثال أكتر بس أجاوب. دلوقتي أنا لو عندي حاجة زي كده
عندي سامبلز هنا ماشي، وعندي سامبلز هنا، وعندي سامبلز هنا، وسامبلز هنا، عندي سامبلز بالمنظر ده، ده احط ما بينهم خط ازاي؟ مش هينفع غير ان انا اعمل حاجة زي كده، حاجة زي كده، هيبقى الحاجة اللي بتفصل ما بين السامبلز مش لاين، تمام؟ وطبعا ممكن افصل عنها، بقى افصل عنهم برضو بتو لاينز، ممكن السامبلز اهي اللي هي الاكسات دي، ودي نقطة ودي نقطة، دي نقطة ودي نقطة، وادي اكسات، ممكن اعمل كده، ممكن اعمل لاين هنا ولاين هنا، بس ايه؟ هي لينير سيبرابل، بس انا استخدمت اكتر من لاين، ممكن ده حل تاني. عايز احل المشكله دي بان في سامبلز هنا وسامبلز هنا وحرفيا مش هينفع اعمل خط ما بينهم، ممكن احلها كده، يبقى الديسيجن باوندري بتاعي مش لاين. لو انا مصمم استخدم الديسيجن باوندري لاين، يبقى ممكن يبقى عندي ايه تو لاينز كده، بحيث يبقى السامبلز اللي هي ايه، ان هي النقط دي موجوده ما بينهم، تمام؟ فدي فكره الديسيجن باوندري واللينير سيبرابل بروبلم، او ايه هي اللينير سيبرابل بروبلمز، هي المسائل او المشاكل اللي ينفع اعمل لها كلاسيفيكيشن باستخدام ديسيجن باوندري او لاين، ستريت لاين. النون لينير سيبرابل بروبلم يعني امتى اقول الانسيبرابل بروبلمز او اللينير انسيبرابل بروبلمز، اللي هي ايه زي دي بالظبط، ان انا مش هينفع ديسكريميت بتوين السامبلز بالوان لاين او باللاين اصلا. هي دي البروبلمز. طبعا هنشوف امثله زي كده ازاي ممكن نحل حاجه زي كده. طيب ايه هي عندك اللينير سي بروبلم؟ لو انت مثلا عايز تحل مشكله الاور، الاور ايه؟ ثلاث وحايد وصفر، فانت عندك هنا واحد وواحد وواحد وده صفر. لو عايز ارسم لاين هعرف ارسم عادي، لان انا عندي السامبلز كلها ايه؟ ثلاث سامبلز هنا وسامبل هنا، فاقدر ارسمه. طيب لو عايزه ارسم الاكس اور، عايزه افصل ما بينهم زي ما انتم شايفين كده، مش هينفع، مش هينفع خالص. زي ما اتفقنا، يا اما اعمل حاجه زي كده، اعمل حاجه زي كده، او ان انا ارسم تو لاينز، لاين ما بين ايه التو سامبلز دول. فدي بنسميها نون لينير سيبيرابل بروبلم، او نون لينير سيبيرابل بروبلم، او لينير ان سيبيرابل بروبلم. اوكي طيب ده طبعا شكل النيورال نتورك، الجنرال نيورال نتورك اركتكتشر، ان انا بيكون عندي سيمبل نمبر اوف لايرز، و سوري سيمبل نمبر اوف انبوت لايرز، انبوت نيورونز، وسيمبل نمبر اوف اوتبوت نيورونز، وما فيش هيدن لايرز. وبنسمي طبعا الاركتكتشر ده بيرسبترون او سنجل لاير نيورال نتورك. اوكي طيب دلوقتي انا عندي الاركتكتشر ده، تمام؟ وجبت ان الواي بيساوي بي بلس اكس. طبعا المعادله دي جت ازاي؟ لحظه بس، انا هنا كنت بقول لما بيكون عندي اكس وعندي بي، ادي اكس وادي بي، وعندي هنا واي، دي كانت الايه؟ ودي كانت هنا واحد، ويبقى الواي بتساوي اي اكس بلس بي، بضرب وجمع ماشي بلس بي. دي المعادلة دي كده لما يكون عندي اكس واحد. طب ماذا لو كان عندي اكس واحد واكس اتنين؟ يبقى انا مش هينفع اقول اي اكس، هقول الاكس مضروبة يعني اي واحد، عاملها كده تبقى اي واحد اكس واحد زائد ايه اتنين اكس اتنين، صح؟ زائد بي. يبقى الايكويشن دي يعني لو انا عندي هنا مثلا اكس ان، دي كان اكس واحد واكس اتنين، معايا اكسين اتنين بس، فيبقى a1 x1 بلس a2 x2 بلس b، دي اللي هي الفانكشن اللي انا هعملها، بنسميها النت، النت فانكشن، خلاص؟ طيب اتفقنا طبعا ان انت ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها
ده كان valid في neural linear regression او valid كان algorithm بدائي. فلو لو عايزين نجيب try يعني ما نتعرضش للاوفر فلو او الاندر بروبلم، هضطر ان انا اعمل حاجه اسمها activation function، او ان انا اعمل حاجه في الواي ان اللي هتجيلي. تمام، طبعا هي دي كلها نوتيشنز، هو انا بقولها واي، هو ساعات بيسميها واي ان، ساعات انا بسميها واي داش، فكلها ايه، بس عايزين نعرف ان دي واي بار او الاتش اوف اكس. خلاص، هو هنا بسميها واي ان، اوكي، اتش اوف اكس اللي احنا متعودين عليها، اتش اوف اكس بتساوي الواي بار او الواي بريدكتد بتساوي اي اكس بلس بي، او تساوي اي 1 اكس 1 بلس اي 2 اكس 2 بلس بي، وهنا مسميها واي ان، كلها نوتيشنز ما فيش مشكله. خلاص، فانا طبعا احنا ليه ساعات ممكن نكتب يعني نكتبها بالمنظر ده، بي بلس سميشن، سميشن لما يكون عندي اكتر من فيتشرز او اكتر من نيورون في الانبوت لين. طيب، عشان احل مشكله الاندر فلو والاوفر فلو بضطر ان انا اعمل ثريشولدنج. ده طبعا يعني ده حل، ده حل، لقيت الرقم طلع لك اكبر من 1000 هاخده بواحد، اقل من 1000 هاخده بزيرو. خلاص، او هنا هاخده بماينس 1 عادي، ماشي. فدي البيست كيس، او يعني السمبلست كيس في النيورال نتورك، ان انت يبدا يعمل ثريشولدنج. الاكتيفيشن فانكشن يبقى اسمها ثريشولد اكتيفيشن فانكشن، بيبدا يعمل حاجه زي كده، وفي الاخر بيطلع لي الواي بتاعتي بتبقى هي عباره عن 1 او ماينس 1. اوكي، وابدا اكلاسيفاي الانبوت بتاعي ان هو بينتمي لواحد من الكلاسز، يا اما 1 يا اما ماينس 1. طيب، واحد من الاركتكتشرز البسيطه اللي بدات في الاول، ماكلتش بيت موديل، ده بيعمل فكره الثريشولدنج. اوكي، هنشوف طبعا الموديل ده ممكن يحل مشاكل الاند والاور ازاي. اوكي، طيب، هو النيورال نتورك بدات عشان تجرب نفسها ان هي شغاله ولا ايه، بدأناها في الاند جيت، وطبعا احنا متفقين ان الاند جيت لو جيت ترسمها هتلاقيها حاجه زي كده. عارفه، ثواني، مش ظاهره، مش مشكله. الاند جيت ان انت عندك كله صفار، في صفر هنا، في صفر هنا، في هنا ايه، واحد. خلاص، فانا عايزه ارسم لاين ما بينهم كده، عندي كده، عندي صفر، يعني مثلا لما كان الاكس، لما كانت الاكس بواحد، لما كانت الاكس بصفر او بواحد، كانت الواي بصفر او بواحد، سوري، مثلا دي الاكس 1 ودي الاكس 2، ايه معلش، لما كان عندي الاكس 1 بصفر وواحد والاكس 2 بصفر وواحد، طلع لي كل القيم دي، وفي الاخر هنا ايه، الاكس دي اللي هي يعني سامبل مختلفه، يعني ممكن نسميها نجمه يعني عادي. تمام، فانت عندك هنا صفر، نقطه ونقطه ونقطه ونجمه، دي معناها ايه، النقطه اللي هي واحد واحد، الاند بتطلع لي واحد، فده صفر وده صفر وده صفر وده واحد، طبعا شكلها مختلف يعني. خلاص، فدي الاند، فانا عايزه ارسم لاين او عايزه اعمل فانكشن تطلع لي في الاخر ايه، حاجه زي كده، يعني تقول لي ان انت لو دخلت لي واحد واحد انا اطلع لك 1 نيورال نيوتن، لو دخلت لي واحد زيرو هطلع لك زيرو، وهكذا. طبعا ده الايه، ال1 فده الزيرو، ده الزيرو، ده الزيرو، ده ال1. طيب، هنعمل ايه بقى، تدخل لي بس اكس 1 واكس 2 ودخل لي الواي، وحط لي الثريشولد بتاعي. طبعا احنا سوري، دخل لي الاول بي، لو انت بتجربها لاول مره هتحط اي قيم تيجي في دماغك وتجرب، بس احنا يعني جربناها، ولقينا ان في طبعا اكيد في حلول تانية، بس في حل للاند جيت في الموديل ده، انت تحط الايه، الاي بواحد والبي بواحد. خلاص، فبقى الاكس واحد مضروبه في واحد والاكس اتنين مضروبه في واحد، وفي الاخر طلع لي الايه، وول. وبعد ما تطلع الواي اعمل ثريشولدنج بحيث ان الثريشولد بتاعي بي 2. طيب، الفيرست باترن لو دخل لي الاكس بواحد والاكس بواحد والاكس 2 بواحد والواي الدبليو 1 بواحد والدبليو 2 بواحد، فيبقى عندك واحد في واحد زائد واحد في واحد هتيجي 2، الاثنين اكبر من او تساوي الاثنين،
خلاص تحط لي الاوب بتاعي يبقى بواحد، يبقى يحط لي هنا واحد، تمام. هتيجي انا تحط الاكس بواحد وزيرو، اللي هي السامبل الثانيه، واحد زيرو معاك، واحد زيرو، والدبليو واحد واحد، اللي هي دول دايما، كل دايما في الاند كل دي واحد واحد، واحد واحد، وهنا واحد واحد. حط كل القيم بتاع الاكسات، واحد زيرو واحد زيرو، وهنا واحد 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 واحد. اوكي. لو ضربت واحد في واحد بواحد، ضربت صفر في واحد بايه؟ بصفر في واحد، واحد في واحد بواحد، الواحد اكبر من او يساوي السيتا، لا فهو هحط زيرو. هو عامل كونديشن اقل، السيتا دي اللي هي الثريشولد، لما جه يشرح يعني بيقول لك هحط صفر او واحد لو كان الواي ان اكبر من او يساوي السيتا واقل من السيتا. طيب هتيجي هنا بقى عند السامبل التانية اللي هي صفر واحد، اللي هي السامبل التالتة دي صفر واحد، فهتقول الصفر مضروبة في الواحد، والواحد مضروبة في الواحد، صفر واحد بواحد، والواحد في واحد بواحد، واحد أقل من السيتا، ولا يعني الواحد أكبر من أو يساوي الاتنين، لا خلاص يبقى حطها بزيرو. تيجي عند السامبل الرابعة صفر واحد، واحد صفر، هيديك صفر، الصفر أقل من أو يساوي أكبر من أو يساوي السيتا، أو أكبر من أو يساوي الاتنين، لا يبقى حط زيرو. خلاص طبعا انت ايه بتعمل الكونديشن. فايه اللي حصل دلوقتي؟ انا عملت نيورال نتورك فيها اثنين انبوت وواحد اوتبوت، وعملت ثريشولدنج معين، ما كنتش بقى محتاج اعمل اللي هي الجريدنت ديسنت، ولا محتاج اعمل حاجه اسمها باك بروباجيشن، ولا محتاج احسب الايرور ولا اي حاجه. انا بس عايزه ابني نيورال نتورك بتعمل لي كلاسيفيكيشن للاند جيت، او بترسم لي في الاخر لاين ما بين الاند، ما بين الاند، الاند جيت او اوكي. طيب ده الايه الموديل، الماكلتش موديل في الاند جيت. لو عايزه اعمل الاور جيت هلاقي ان احط لي اكس، احط لي واي، طبعا عندي اكس 1 واكس 2، والثريشولد والاي والبي احطهم باثنين، والثريشولد احطه باثنين. طبعا انت كان ممكن تقعد تجرب اي حاجه، ممكن تقعد وتجرب اي حاجه، بس ما قعدنا وجربنا ولقينا ان ده حل مناسب، فيا اما تمشي عليه يا اما عايز تجرب انت اي حل تاني براحتك. الاور جيت طبعا بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انا عندي هنا سامبل، وعندي كل السامبلز التانية هي اللي شبه بعض، لان عندي ثلاث وحيد في الاور جيت، فانا ببقى عايزه لاين يفصل ما بينهم كده. اوكي. دي الاكس 2 ودي الاكس 1. طبعا الاكس 1 لها قيم صفر او واحد، وهنا واحد صفر او واحد، دي شكل الايه الاورجيت. ببقى عايزه في الاخر ارسم اللاين ده. طيب بتعمل نفس اللي احنا عملناه، بتقول السامبل الاولانيه كانت واحد واحد، والثريشولد بتاعتي اتنين واتنين، فيبقى عندك ايه كل دي اتنينات وكل دي اتنينات، هتضرب ايه السامبل الاولانيه، خدنا فيرست باترن هي لواحد واحد، فعندك واحد في اتنين زائد واحد في اتنين هيديك الاربعه، الاربعه اكبر من يساوي الاتنين، يبقى بواحد، تمام. هتيجي بعد كده تاخد السامبل التاني اللي هي واحد وزيرو، واحد في اتنين وزيرو في اتنين، واحد في اتنين باتنين، زيرو في اتنين بزيرو، فالاتنين اكبر من او يساوي الاتنين، حطها بواحد. هتيجي بعد كده تاخد الزيرو والاتنين والواحد والزيرو في اتنين والواحد في اتنين هيديك اتنين، فالاتنين اكبر من او يساوي الاتنين، ايوه حطها بواحد. وهكذا طبعا بالنسبه للسامبل الاخيره، صفر في اتنين وصفر في اتنين هيديك صفر، الصفر مش اكبر من او يساوي الاتنين، فحطها بزيرو. دي شكل النيورال نتورك لو عايز تسيموليت الاور جيت. طبعا نفس اللي احنا هنعمله عملناه في الاند هنعمله في الاور، هنعمله في الفانكشن اللي اسمها اند نوت. يعني ايه اند نوت؟ انت بتجيب الاكس وتجيب الواي وتجيب للاكس، سوري، بتجيب الاكس 1 والاكس 2 وبتعمل للاكس 2 نوت، وبعدين بتخلي الواي بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن الاكس اندنج مع الاكس نوت. يعني انا لما كنا في الاند معاك الاكس 1 اند الاكس 2، تمام. لما كان عندك في الاور كان الاكس 1 اور الاكس 2. طيب الاند نوت بقى، الاند نوت قصده بيها يعني انت بقى عندك اكس 1 تعمل لها اندنج مع اكس 2، بس اكس 2 بقى ايه؟ تبقى نوت. طبعا هو بيجرب فانكشن، بس طبعا احنا نحتاجها في الفانكشن اللي بعد كده. خلاص؟ فهو انك تعمل اندنج للاكس 1 مع الاكس 2 نوت.
اوكي. فبتجيب الاكس 1 تشوفها بكام، الاكس 2 بكام، وتجيب النوت تحط الجدول بتاعها، وبعدين تعمل ايه؟ تعمل اللي يبقى الفيرست باترن بتاعك اسمه 1 0 1 1 0 0 فاهمني؟ فبتعمل النيورال نتورك بتاعتك على هذا الاساس اللي دي اللي انت شغال عليه، وتشوف ده مع الفانكشن بتاعتك وتطلع لي اوتبوت معايا. هو قال لك ان البيست سوري بتعمل كده، ان انت معاك الاكس 1 وادي الاكس 2، وبتجيب الاكس 2 بار، الاكس 2 بار طبعا او الاكس 2 نوت اللي هي ان تعكس الاكس، لو الاكس كان بواحد تبقى بزيرو، لو كان بزيرو تبقى بواحد، واحد بزيرو زيرو واحد، انت كده معاك الاكس 2 بار تمام. بتعمل اندنج للاكس 2 والاكس 1 والاكس 2 بار، يعني مثلا دي 1 0 طلع لي 0، 1 1 طلع لي 1، 0 0 طلع لي 0، 1 0 طلع لي 0. ليه؟ لان الاند مالها بتطلع لي واحد بس لما يكون عندي 1 و1 خلاص، فهو هياخد ديسيشن بناء على الاكس 1 والاكس 2 بار، عشان كده سماه، عشان كده سماه اند نوت تمام. طيب هنعمل نيورال نتورك ازاي؟ بتتكون ازاي عشان في الاخر اطلع الاوتبوت ده؟ بيقول لك اعمل لي اكس 1 واكس 2 وطلع لي واي، وحط لي الاي والبي بحيث ان الاي تبقى ب2 والبي بسالب 1. لو انت عملت تريسنج هيطلع لك ايه؟ نفس اللي انت عايزه ده بالظبط. والثريشولد عندي ب2 اوكي؟ طيب طبعا انا هعمل هنا الاكس 2 بار اوكي؟ دي الاكس 2 بار مش الاكس 2. يعني ده يكتبنا في الجدول بس تمام. هو هنا عوض عادي يعني ايه هي القيمة، ايه هي القيمة اللي طلعت لي واحد لما كان الاكس 1 بكذا والاكس 2 بكذا، لما الاكس 1 كانت بواحد والاكس 2 كانت بزيرو، الواي يطلع بواحد عشان هو عمل في النص ان هو خلى الاكس 2 بايه بوار. طيب ماشي، فناخد الفيرست باترن بتاعنا اللي هو واحد وواحد، اللي هو ده واحد وواحد. طيب هو مظبط الويتس على اساس انه يمشي على اكس 2، لو كان هيمشي على اكس 2 بار كانت الويتس تبقى مختلفه عن كده. طيب فخلينا نمشي على اساس اكس 1 واكس 2، او الفيرست باترن كان الاكس 1 بواحد والاكس 2 كان بواحد، انت معاك 1 في 2 و1 في سالب 1، 1 في 2 1 في سالب 1، 1 في 2 ب2، 1 في سالب 1 في سالب 1، 2 ناقص 1 بواحد، الواحد اكبر من او يساوي الاثنين، لا خلاص بالتالي بزيرو. طيب اجي عند الباترن الثانيه اللي هي واحد وزيرو، واحد هضربها في اثنين والزيرو هضربها في سالب واحد، واحد في اثنين والزيرو هضربها في سالب واحد، اديني واحد في زيرو واحد، يعني واحد في اثنين باثنين، وزيرو في اي حاجه بزيرو، فمعاك اثنين زائد زيرو باثنين، الاثنين اقل من او يساوي الاثنين، ولا الاثنين اكبر من او يساوي الثريشولد بتاعنا اثنين، معاك اثنين اكبر من او يساوي الاثنين يديني واحد، وهكذا طبعا للاربعه سامبلز. هتلاقي ان انت لو جالك واحد وزيرو سوري زيرو وواحد ومشيت مع الزيرو وادي الواحد، هيطلع لك ايه؟ سالب واحد وسالب واحد مش اكبر من او يساوي الاثنين، فبالتالي هحطها بزيرو وهكذا. اوكي؟ دي الاند نوت. نفس الحكايه مع الناند، بتعمل نفس الحاجه مع الايه؟ مع الناند، الاختلاف بس ان انت ممكن الويتس بتاعتك تتغير والثريشولد تتغير. هو كل الفانكشنز او كل الجيتس اللي هناخدها الثريشولد بتاعنا عندنا باثنين ما عدا الناند، الثريشولد بسالب ثلاثه. بس طبعا ده يعني ده حل، لكن انت ممكن تألف انت اند جيت اللي بثريشولدز مختلفه ويديك نفس النتيجه، ممكن تخلص بدل سالب 2 وسالب 2 وسالب 3 خلاص سالب 1 و2 و3 مثلا، فيديك برضو نفس الحاجه. فانا تريس حاجه زي كده. طيب هتعمل بنفس الطريقه دي بالظبط، الفيرست باترن والسكند باترن، وفي الاخر هتلاقي ان الواي بتاعتك جيفن السالب 2 والسالب 2 والسالب 3، هيطلع لك الاوت اللي انت عايزه. اوكي طيب في بقى مشكله، تلاحظ ان انا لما جيت رسمت ال انا مسحتها، لما جيت رسمت الاند جيت، لما جيت رسمت الاند جيت لقيت ان الاند جيت مالها مثلا ايه، عندي هنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة وهنا ايه اكس،
وعرفت ان انا اقدر ارسم افصل بلاين، ارسم افصل بلاين. طيب الاور كان عندي حاجه زي كده، عندي نقطه واحده وكله اكسات او كله استريك. وهنا ماشي، دي الاور. مش عارفه كان الاند نوت كانت عامله ازاي، لو هنفتكر ثواني. الصفر واحد صفر صفر، صفر واحد صفر صفر افتكر. مش عارفة كانت كده ولا ايه، بس يعني كده تمام. طبعا كنا نضطر يعني لو هي كده فاضطر ايه نرسم لاين. اوكي، فهتلاحظ ان كل البروبلمز اللي او كل الجيتس اللي قابلناها كانت اقدر ان انا افصل ما بينهم بايه، بلاين. طيب عايزة بقى اعمل الاكس اور بروبلم. الاكس اور بتطلع لي حاجة زي كده، بتطلع لي دي هنا اهو، دي الاند، دي الاند مش اللاين فين، دي الاند ودي الاور ودي الاكس اور. اعمل بقى لاين ازاي يعني، احط اللاين ازاي يعني، مش عارفه مش هينفع. ف من هنا بقى بدأ يظهر ان على فكره احنا محتاجين هيد اللاير. يعني ايه هيد اللاير؟ يعني انا لما اشتغلت بالطريقه دي، انا لما اشتغلت بالطريقه دي طلع لي الاوتبوت ده، فكنت محتاجه انبوت واوتبوت، ما كنتش محتاجه اي حاجه، الدنيا تمام. لما جيت عملت هنا برضو انبوت واوتبوت، كل دول كانت داتا اقدر ان انا احلها، وكان في الاخر بيطلع لي لاين. لكن انا هنا في الاكس اور انا مش عارف، يعني مش عارف احلها بانبوت واوتبوت، بس مش هعرف لان هي بروبلم دي نون لينير سيبرابل بروبلم، بروبلم ما بتتحلش بلاين. طيب احلها بايه؟ ان انا يكون عندي x1 و x2 وفي هيد اللاير في النص، وبعدين في اوت لازم يكون في عندي هيد اللاير. خلاص، بحيث طبعا ان الاكس اور، انت ممكن تقول x1 اكس اور x2 دي عباره عن x1 اند نوت x2 اورنج مع x2 اند نوت x1، يبقى بتعمل الجيت بتاع الاكس اند نوت مع x2، الجيت اللي احنا كنا جايبينها دي اهي، دي بتعملها اللي هو بقى عندك ثريشولد اسمه 2 وسالب 1 اهو، 2 وسالب 1، وبتعمل اند نوت مع مع الثاني بقى عندك سالب 1 و2، وبعد كده بتعمل اورنج ليهم، يعني الناتج بتاعهم بتعمل له اور. الاور كان مالها؟ الاور كانت 2، كانت 2 و2، يبقى الناتج بتاعك بعد كده بتعمل له 2 و2. خلاص كده، يبقى انت عشان تحل مشكلة الاكس اور او المشكله اللي ظهرت في النيورال نتورك، يعني ان احنا محتاجين يبقى في عندنا هيد ليرز عشان نبدا نحل النون لينير، النون لينير سيبيرابل بروبلم زي الاكس اور. ف بالبروف يعني باللوجيك ديزاين، الاكس اور كان بي ريبريزنتد باي، يعني لو حصل وانت عملت اكس 1 اند نوت اكس 2 اورنج مع اكس 2 اند نوت اكس 1 هيديك نفس الجدول بتاع الاكس اور. لو عايزين نجربها لمثال واحد مثلا، عندك مثلا ايه الواحد صفر بيطلع لي واحد، ماشي هنا في الايه في الاكس اور. خلينا بدل ما نعمل، بدل ما الاكس اور طبعا كانت بتشتغل ازاي، ان انت بتقول عدي لي الوحايد اللي موجودين في التيبل، لو كان عدد الوحايد اللي موجودين في الكرنت فاليو او الكرنت رو عدد الوحايد كان بقط هطلع واحد، لكن لو عدد الوحايد كان بايفن ايه هقف. انت عندك كده واحد وواحد، ماله عدد الوحيد اللي موجودين زوج اتنين يعني، طيب احط زيرو. واحد وصفر عدد الوحيد كام؟ واحد، فيبقى انت عندك ايه عدد الوحيد واحد اللي هي إيه؟ اللي هي قد، فابدا احط واحد وهكذا، يبقى عندك ايه بحط وحيد لما يكون عدد الوحيد الموجودين فردي. طيب ده بمجرد النظر كده، لو انا مش عارف احلها اصلا بالاكس اور ممكن احلها كده، عايز احلها كده. خلينا نعمل اكس 1 اند نوت اكس 2 دلوقتي مثلا، اعملها ازاي؟ عندي x2 معايا x1 وناخد سامبل واحدة، x1 وادي x2 وادي ال control z ال x1 هلا x1 بار
وادي ال x2، نعمل لها x2 بار، واعمل اند لواحدة منهم، واعمل اند للتانية، وبعدين اعمل اور. اوكي اعمل اور. طيب اللي هي كده، يعني انا دايما هيبقى عندي مثلا الاكس، وفي اكس بار، في المعادله دي في هنا اكس، وادي اكس نوت اكس 1 باكس بار، وادي نوت اكس 2 واكس 2، فيبقى عندي اكس 1 اكس 2 اكس 1 بار اكس 2 بار. هعمل ايه في اول مره؟ هعمل اندنج للاكس 1 مع الاكس 2 بار. طيب لو كانت القيمه اللي انا شغاله عليها 1 0، انا عايزه ابروف ان الجدول ده، ان دي هديني مثلا 1 0 هيديني 1. اوكي طيب، فعندك الاكس 1 ب1 والاكس 2 ب0، فالاكس 1 بار بكام والاكس 2 بار بكام؟ الاكس 1 بار ب0 والاكس 2 بار ب1. طيب عظيم جدا. عايزه اعمل اند للاكس 1 مع الاكس 2 بار، اند الواحد مع الواحد، اند ليه هيبقى بايه؟ هيبقى بواحد. طيب عايز اعمل اند للاكس 1 بار مع الاكس 2، 0 و0، اعمل لها اند هيبقى ايه؟ هيبقى 0. عظيم جدا. اعمل بقى اورنج للناتج اللي طلع لي الواحد و0، اعمل له اورنج هيديني ايه؟ هيديني واحد، طلع لي واحد زي ما انا كنت متوقع. تمام. طيب دي الاكس اور، وازاي ممكن اقدر احلها بالنيورال نتورك باستخدام ان انا ابدا بقى استخدم الهيدن لاير. اوكي فدي من هنا جت فايده الهيدن لاير، ان انا مش عارف احل النون لينير سبيرب بروبلم بمجرد انبوت واوتبوت. طيب هي دي بقى فايده الهيدن لايرز، ان انت لو كان عندك زيرو هيدن لايرز بيبقى دايما بتفرق ما بين الكلاسز بايه؟ بقول لي وان لاين بس، سامبلز فوق او تحت. لكن لو عندك عدد هيدن لايرز زادوا مثلا 3 او 20، فالثلاثه بيبقى عندك ايه؟ حاجه زي كده، اقدر ان انا ايه زي ما قلت لكم احل مشكله الاكس او. طب لو عندي 20 يبقى عندي ايه؟ حاجه زي كده، طبعا تبقى حاجه محترمه يعني. فدي الفرق او الامباكت اوف الهيدن لايرز على النيورال نتورك. طيب ايه هي بقى الكومن نيورال نتورك اركتكتشرز؟ انا خلاص اقتنعت، فهمت يعني ايه نيورال نتورك، عرفت السيمبل ستكيس نيورال نتورك او السيمبل اركتكتشر اللي هو البرسبترون اللي هو عندي اونلي وان لاير من الـ من الايه من الانبوت، وعندي اونلي وان لاير من الاوتبوت. في نيورونز كتير عادي، بس انا بتكلم ان انا عندي انبوت واوتبوت ده البرسبترون. ايه هي بقى الاركتكتشرز الكتير؟ عرفت البرسبترون، هل في تاني؟ تقدر تسمي السنجل لاير نيورال نتورك اللي هو البرسبترون اللي احنا بنتكلم عليه سنجل لاير نيورال نتورك، خلاص مع الاختلاف بس ان انت بيكون عندك اكسات كتيره ووايات كتيره. اوكي فالاكس البرسبترون عندك اكس واحده وبايز، وعندك اونلي وان اوت، دي السمبلست كيس. لو حصل وانت بقى عندك اكسات كتيره، عندك اكسات كتيره في الانبوت لاير وعندك وايات كتيره، بنسميها سنجل لاير. يعني اقدر اقول البرسبترون سنجل لاير، سنجل لاير خلاص. طيب المالتي لاير بوجود الهيدن لاير، عندي انبوت لاير، عندي اوتبوت لاير، عندي هيدن لاير. بس عايزه بس اكد على حاجه، ان الانبوت لاير بتاعتنا ما بنسمهاش لاير، يعني دي الانبوت بس خلاص. فلو انا جيت مثلا عندي كده دي يعني الليفل ده والليفل ده والليفل ده، فقلت لك عندي كام لاير؟ عندي اثنين، عندي 1 هيد لاير وعندي 1 اوتبوت لاير، ما باخدش الانبوت معايا. اوكي دي المالتي لاير نيورال نتورك. مالتي لاير يعني لايرز كتير. الريكرنت نيورال نتورك او الفيدباك نتورك، يعني بص هو انت وخدت بالك هتلاقي ان الاكس بتوصلها بكل المين، كل الهيد لايرز اللي هنا، الاكس دي متوصله بدي والاكس دي متوصله هنا والاكس دي متوصله هنا، والسهم ماله داخل للهيد اللير.
هنيجي عند الزد، الزد متوصله بالواي، الزد متوصله بكذا، والاكس داخل للواي. ما فيش حاجه اسمها ان السهم داخل للزد، يعني الواي ما فيش حاجه اسمها تروح للزد، هو الدنيا ماشيه فورورد. انت بسميها ايه؟ سنجل لير فيد فورورد نيورال نتورك، وهنا مالتي لير فيد فورورد نيورال نتورك. لكن الريكرنت بتسميها فيدباك او باكورد نيورال نتورك. باكورد يعني الزد هتروح للواي، والواي ممكن تدخل انبوت للزد. ايه ده ومين بيودي على فين؟ اه النيورال نتورك دي كنت جبت يعني بتفيد في حته لما تكون انت مهتم بالتايمنج، مهتم بالكونتكست، يعني بيكون الانبوت بتاعك مش مجرد انبوت ملوش علاقه ببعضه، لا انبوت له علاقه ببعضه، فاهمني؟ يعني انت مثلا لو عندك ويتس وهايت وويت بتدخلهم عادي، لكن لو انا بدخل لك بيانات وبقول لك ان هو الشخص اتكلم اول كلمه هاو، والكلمه الثانيه ار، والكلمه الثالثه يو، فالطبيعي ان ار بيجي قبلها هاو مثلا، وار بيجي بعدها يو، ففي كونتكست، او في ان الار ممكن انا عايز اكلاسيفاي الار، او عايز اقول ان دي ار، ببدا اقول الار هل بيجي قبلها هاو ولا لا، فببدا ان انا بدي معلومه الار بتبدا ترجع للهاو وتشوف الهاو اصلا موجوده ولا لا، فاهمني؟ فممكن الانبوت يدي للاوتبوت، والانبوت يدي للهيدن، والهيدن يدي للاوتبوت، وممكن الاوتبوت يدي للهيدن، وممكن الهيدن يدي للانبوت، فاهمني؟ فهي دي برضو بتفيد في حاجات، طبعا هي لها تفاصيل كتيره مش مجرد معلومه، بس دي ايه؟ دي هنت عن الريكرنت نيورال نتورك. دي طبعا الاشكال اللي النيورال نتورك ظهرت فيها. انا عندي البرسبترون، بعدين ظهرت الاكس اور بروبلم، بدانا نستخدم الهيدن لايرز، بعد كده استخدمنا المالتي، يعني قلنا هنستخدم هيدن لاير واحده زي ما اتفقنا هنا اهي، في دي قلنا هنستخدم زد 1 وزد 2 خلاص، لا ظهر بقى المالتي لاير برسبترون ان انا هستخدم هيدن لايرز كتير، مش هيدن لاير واحده بس، هيدن لاير 1 و2 و3، زد 1 وزد 2، وبعد كده في زد 3 وزد 4 بعدها، يعني في لاير قدامها يعني. بعد كده طبعا ظهر الاس في ام، وبعد كده ظهر الديب نيورال نتورك، اللي هو طبعا كان يعني حاجه محترمه، يعني الديب نيورال نتورك دي يعتبر هي افضل نيورال نتورك، هو فيرجن من نيورال نتورك بس هي افضل منها، لان هي غيرت الاركتكتشر شويه، ما بقتش انبوت وهيدن واوتبوت، بدات تخلي ان الانبوت اللي يجي مش عباره عن فيتشرز، الانبوت اللي يجي بقى عباره عن انت كنت بتجيب الفيتشرز دي منين؟ بتجيبها من الصوت، دخل الصوت بس. طب الانبوت دي كنت بتجيبها من ايمج، انت بصيت للشخص لقيت ان الويتس بتاعه والهاي بتاعه كذا مش عارف ايه، دخل لي الايمج على طول وانا هحسب لك انا الويتس والهاي، فاهمني؟ فدي الديب نيورال نتورك، ان هي ما بقاش فيه هاند كرافتد فيتشرز، ما بقاش فيه فيتشرز الهيومن بيطلعها بايده، بقى فيه يعني الانبوت ممكن يدخل على طول، وهو والديب نيورال نتورك هي اللي بتطلع فيتشرز لوحدها. ده كان اختلاف من ضمن الاختلافات، ان هي ما بيعملش حاجه اسمها انبوت هيدن، اللي هي انبوت هيدن اوتبوت، لا ده بيبقى هي لايرز، نيورال نتورك لايرز عاديه، وبيبدا يعمل اي اكس بلس بي عادي، بس الفانكشنز بتختلف، ما بقاش يعمل حاجه اسمها كونفوليوشن لاير، ممكن يعمل كونفوليوشن، ممكن يعمل ماكس بولينج، ممكن يعمل لايرز ثانيه. فدي الديب نيورال نتورك. حاجه زي كده ما كانتش موجوده من الاول، ليه؟ الحاجات الكويسه اللي ساعدت الديب ليرنينج انها تظهر، اول حاجه وجود داتا كتير، وان الداتا بدات تبقى موجوده كتير جدا، فصعب بقى ان انا اقعد اطلع من كل داتا فيتشرز واعدي على الانسان، فانا عايز الكمبيوتر يعمل هو كل حاجه، فوجود الداتا كتير. وحاجه تانية فكره ان انا ماشي عندي داتا كتير وعايز الكمبيوتر يعمل، بس الكمبيوتر مش قادر، يعني ما عندوش الامكانيات ان هو يعمل حاجه زي كده، فالامكانيات ظهرت من اول 2010 او 2006، ان بدا يبقى في حاجه اسمها جي بي يو، وان الكمبيوتر يقدر يعمل حاجات اسرع مما كان يقدر يعملها الاول، ويعمل حاجات بارلل مع بعض كتير، فيقدر ان هو يبروسس لارج داتا، ومن هنا جت الديب ليرنينج، خلاص هو اللي بقى موجود في الوقت الحالي يعني. فكل اللي فات ده برسبترون او الاكس اور او الام ال بي او الاس في ام او اي حاجه موجوده غير الديب ليرنينج، سواء كان حد ديسيجن تري او اي كلاسيفيكيشن الجوريزم، اسمه تراديشنال ماشين ليرنينج الجوريزم، تراديشنال يعني الماشين ليرنينج الجوريزمز المعتاده. لكن بعد كده بدأ يظهر الديب ليرنينج اركتكتشر زي السي ان ان والار ان ان والجان وحاجات كتير. اوكي
دي الكومان نيورال نتورك اركتشرز على مدار السنين. طبعا ما فيش يعني السنين هنا، طبعا ناخد بالنا ان 1950 بدأت فكرة النيورال نتورك، يعني متخيلين 1950، يعني الالجوريزمز دي موجودة من زمان جدا. فأكيد طبعا كان في آن الأوان إن احنا نقعد نطبق نعدل فيها. وطبعا ظهور جيل جديد من العلماء بيفكروا بشكل مختلف عن الناس القديمة أكيد طبعا أدى إلى يعني إن الدنيا تتطور يعني. طيب إيه هي الأكتيفيشن فانكشن؟ طبعا قلنا الأكتيفيشن فانكشن إن أنا واي بتساوي اكس بلس بي، ما بكتفيش بيها. ممكن الحاجات عايز احل مشكله الاوفر فلو او الاندر فلو، ببدا استخدم الاكتيفيشن فانكشنز، علشان ما ينفعش ان انا يبقى الاوتبوت بتاعي رقم كبير زي ما يجي يجي، لا لازم اعمل له ليميتيشن. فاول مثال للاكتيفيشن فانكشن اللي هو اللينير اكتيفيشن فانكشن، اللي هو يعني هي اكتيفيشن فانكشن بس ما بتعملش حاجه، نوت فيري انترستنج، ما بتعملش حاجه، بيرفورمز نو انبوت سكواشنج، ما بتعملش اي سكواشنج، انت بتدخله ولا بيطلع لي بس. يعني نقدر نقول دي اكتيفيشن فانكشن، نقول ان هي سمبلست فيرجن اوف الاكتيفيشن فانكشن، ابسط حاجه من الاكتيفيشن فانكشن الموجوده. السيجمويد بتعمل ايه؟ انت داخل لي اكس وداخل لي بي وداخل لي واي. دي الواي، بدل ما اقول الواي بتساوي ايه اكس بلس بي، بعمل حاجة هنا اسمها سيجموي، بطبق على ال 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 على الـ A والـ X، بعمل لهم سيجمويد، وفي الآخر الناتج بتاعهم هم اللي بيوديه للـ B. خلاص الحاجة دي ما بقتش موجودة. فالـ Y بتساوي الـ Y بتساوي السيجمويد بتاع الـ سيجمويد بتاع الـ A X plus B. تمام؟ لو سمينا ال AX بلس B دي مثلا سميناها Z، فيبقى ال Y بتساوي إيه؟ ال Y هتساوي 1/1 زائد ال exponential بتاع ال Z، تمام؟ لا ماينس Z. فال Z دي أو الأس ده عبارة عن ال AX بلس B، الأس ده عبارة عن ال AX بلس B، يعني ال A دي AX. طبعا هي نوتيشنز بتختلف، يعني نوتيشنز هو هنا مسميها ايه وانا مسميها ايه اكس بلس بي ومسميها زد، فمش مشكلتنا دلوقتي. المهم لو مشينا على المثال بتاعنا ايه، مش انا تقريبا الحاجه مش باينه، معلش هنا لو دي عندك الاكس ودي عندك البي وهنا الاي وهنا واحد، بدل ما تقول ان الواي بتساوي ايه اكس بلس بي، هيبقى الواي بتساوي سيجمويد للاي اكس بلس بي، يعني هعمل حاجه في الاي اكس بلس بي، مش هدخلها لها، مش هاخدها على طول. فبتعمل ايه بقى في السيجمويد؟ لو فرضنا ان الاي اكس بلس بي دي، يعني عشان بس اعرف اشرح، الاي اكس بلس بي انا سميتها زد، فيبقى الواي بتساوي 1 على اي 1 على 1 زائد اكسبوننشال الايه الماينس زد، يعني هعمل حاجه في الزد. هي في الاخر بتطلع الفاليوز ما بين الصفر والواحد، بتسكواشز النيورونز اكتيفيشن بتوين الزيرو والوان، بتخلي الفاليوز ما بين الزيرو والوان. طيب اللي هي 10 انش تانجنت هايبربوليك تانجنت او تانش، بتعمل حاجات كتيره وفي الاخر بتطلع لي الفاليوز ما بين السالب واحد والواحد. اوكي هي نفس الفكره برضو. عايز امسح بس حاجات معينة، مش عارف كلير ماي دروين. ماشي. انا عايزة امسح دي، تمام. ودي هتبقى بدل ما تبقى، ما تمسحها برضو كمان، ودي هتبقى بدل ما هي سيجمودة هتبقى تان اتش، تان اتش خلاص. هنا هيبقى داخل لك اكس وداخل لك بي وادي الاي وادي الواحد، الواي بتساوي التان اتش للاي اكس بلس بي، والتان اتش بتساوي اكسبوننشال 2 زد ماينس 1 على اكسبوننشال 2 زد بلس 1. اوكي طبعا زي ما اتفقنا اختلاف ان ايه النوتيشنز. الريكتيفايد او الريليو، الريكتيفايد لينير اكتيفيشن فانكشن، ار اي ال يو، ريليو ريليو ماشي. فدي بتطلع لي الفاليوز ما بين الصفر الى ما لا نهايه، يعني قولوا اهم حاجه ان هي نون نيجاتيف، بس من صفر الى ما لا نهايه.
انا كان داخل لي حاجه زي كده طلعت لي الاكتيفيشن موشن كده، انا اخلي كل اللي قبل النيجاتيف بزيرو، وبعد كده يبقى ايه بعد كده يبقى يطلع زي ما هو عادي. اوكي، فدي الاكتيفيشن. يعني لو انا كنت بعمل هنا عندي كان هيبقى اسمها، لو انا لسه في التنشئه دي اسمها تان اتش. اوكي، لو احنا في الريليو هيبقى انت عندك الاي اكس الاكس والبي والاي والواحد، يبقى اي اكس بلس بي. الواي هتساوي تان اتش للاي اكس بلس بي، الواي هتساوي تان اتش اكس اكس بلس بي. تمام، طيب.